بس بعدك يعني اللي عرفه ان يمكن عمرك 28 سنة؟ لا 26. 26 بعد كبرتك اعطيتك سنتين. يعني المفروض اعطيك اربع عشان لا تنزل مجلس الامة. الناس عبالهم ان انا وايد كبير لان انا مبلش من المسرح من عمري 17 سنة. أوكي. يعني انا الجوائز اللي خذيتها بالمسرح يعني على مستوى المحترفين وروحتي حق مهرجان القاهرة التجريب يعني كان عمري بال 19 بال 20 وحصلت جوائز وانا صغير، فما عبالهم يعني لما يشوفوني يتصورون ان انا كبير يعني بال 30 بال 32، بس انا اعلنها انا عمري 26. بس ما تعتبر